أعمل في المجال الطبي في إحدى المستشفيات، ومما لا يخفاكم اختلاط النساء بالرجال والخلوة، وسؤالي هل أكون عاصيا إذا حدث خلوة بيني وبين أحد الموظفات، علما أن عملي أحيانا يلزم ذلك، فكيف أفعل؟ ما الذي يعفيك من هذا؟ حرام عليك هذا، حرام عليك هذا. العمل اللي فيه اختلاط ابتعد عنه، التمس عملا آخر. والله جل وعلا قد وسع الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومجالات الأرزاق كثيرة ومجالات العمل كثيرة، فاطلب عملا ليس فيه اختلاط ولا خلوة. نعم.